حتى يقتنع الإنسان بضعفه وبأنه لا حول له ولا قوة. قدر الله المرض على الإنسان حتى يتذكر شيئا أشبه ما يكون بهذا المرض أنه الموت، فكما أن المرض نهاية الحيوية فكذلك الموت نهاية الحياة. أيها الإنسان، إن حقيقتك الموت، وإن كل شيء فيك يشبه الموت. نومك موت، مرضك موت، انتقالك إلى مرحلة عمرية موت للمرحلة السابقة. فالشباب موت الطفولة، والكهولة موت الشباب. إنك أشبه بالموت من الحياة، ومع ذلك فإن الوهم يجعلنا نعتقد أننا مخلدون، ولهذا يصرخ المرض بأجسادنا إنها إلى الزوال. وبينما يستلقي ذلك الجسد المنهك على سرير المرض، ينظر إلى الداخلين إليه والخارجين من عنده، وهم يحملون على رؤوسهم تيجان الصحة والعافية. بينما يحدث ذلك، تستيقظ في داخله ذكريات التراب، فتعم كيانه نكهة المقبرة. شعر بذلك أم لم يشعر؟ روحك وأنت مريض تكون في اجتماعات مغلقة مع الموتى، وبدايات الانهيار الداخلي تنضح بها عيناك وشفتاك، وارتجاف في أطرافك الباردة. ها هي الحياة التي في داخلك تلوح بكفيها مودعة أولئك الزائرين. ولما يأخذ المرض مداه وتنغسل أنت من الدنيا جيدا، يأذن الشافي سبحانه للداء بالانصراف عن جسدك، ويأمر بالصحة أن تعاود سيرتها الأولى. فإذا باللون الوردي يتصاعد على وجنتيك، وتعود ابتسامة أذبلتها أيام الرحضاء. يشفيك بلا سبب، لأنه الشافي يشفيك بسبب، ويشفيك بأضعف سبب، ويشفيك بأغرب سبب، ويشفيك بما يرى أنه ليس بسبب، ويشفيك بلا سبب. يشفي بالأعشاب، ويشفي بالأدوية المفردة والمركبة، ويشفي بالغذاء، ويشفي بالماء. ومن أغرب ما قرأت أن طفلا مصابا بالسل وأمراض أخرى، زعم الأطباء أن موته قد شارف، وأذنوا لوالده أن ينقله معه إلى الريف ليستمتع في آخر أيامه بهواء الريف العليل ومناظر الحقول الطبيعية. وبينما هو يمشي وبيده قطعة كعك باردة، إذ لقيه رجل طاعن ونظر إلى عينه الذابلتين وسأله: هل تريد الحياة يا بني؟ فهز رأسه النعم، فقال: كيف تحصل على الحياة وأنت تأكل طعاما ميتا؟ عليك بالطعام الحي، اللحوم والخضروات وكل ما خلقه الله في الطبيعة وما زالت حرارة. وين راحت؟ عليك بالطعام الحي، اللحوم والخضروات وكل ما خلقه الله في الطبيعة وما زالت حرارة التراب فيه وآثار الحياة عليه. يقول الطفل: فنزلت نصيحة ذلك الرجل من قلبي منزل التصديق والانصياع، فصرت لا آكل إلا الطعام الحي، الطعام الذي يحمل في داخله حيوية الحياة النابضة، اللحوم بأنواعها والخضروات بأشكالها، والخبز الحار قريب العهد من الحقل، والفاكهة الناضرة. يقول: فتحسنت صحتي، وتورد جسمي مما حدا بأبي أن يذهب بي إلى المستشفى، وبعد كشوفات وتحاليل فغرت أفواه الأطباء، المرض لم يعد له وجود. سبحان الله، لا إله إلا الله. يحكي هذه القصة نفس الطفل بعد أن كبر وأصبح من أشهر المعالجين بالغذاء في العالم، إنه جاي لورد هاوزر في كتابه الغذاء يصنع المعجزات. نعم، حكم عليه الأطباء بالموت، ولكن ملك الموت لم يحكم عليه بذلك. نعم، أراد الأطباء أن تنتهي حياته في الريف، ولكن الله
لم يرد ذلك. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. نعم عجز الأطباء عن علاجه، ولكن الله لم يعجز ولن يعجز ولا يعجز سبحانه. لا بد من قلم في هذه اللحظة الرائعة. في ليلة باردة أخذته العزة بالإثم ونم بأن لا شيء يقف. تغطرس وتكبر، أبرز عضلاته وتجبر، وكنت خائفا منه والناس من حوله يخافونه. وفي ليلة باردة أخذته العزة بالإثم بأن لا شيء، يقدر على هذا الجسد. القوي بالنسبة له لا 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 تغطرس وتكبر، أبرز عضلاته وتجبر، وكنت خائفا منه والناس من حوله يخافونه. كان مثلي الأعلى وقدوتي تمنيت يوما أن أحصل ولو قليلا من جهوته. تحطمت كل آمالي وتشوهت تلك الرسمة في مخيلتي عندما
العيت نظرة خاطفة على درجي المليء بالأدوية تغطر وتكبر، أبرز عضلاته وتجبر، وكنت خائفا منه والناس من حولي يخافونه. كان مثلي الأعلى وقدوتي، تمنيت يوما أن أحصل ولو بقليل من جبروته، ولكن تحطمت كل آمالي وتشوهت تلك الرسمة في مخيلتي عندما ألقيت نظرة خاطفة على درجه المليء بالأدوية. يا ابني آدم المسكين، غرت حياته ولم يعلم أن ابن نوح غرق وهو في أعلى قمة. تغطرس وتكبر، أبرز عضلاتي وتجبر، وكنت خائفا منه والناس من حوله يخافونه. كان مثلي الأعلى وقدوتي، تمنيت يوما أن أحصل ولو بقليل من جبروته، ولكن تحطمت كل آمالي وتشوهت تلك الرسمة في مخيلتي عندما ألقيت نظرة خاطفة على درجه المليء بالأدوية. يا لابن آدم المسكين، غرته حياته ولم يعلم أن ابن نوح غرق وهو في أعلى قمة. كنت أعتقد منذ الصغر بأني حر، وكنت أتغنى بحريتي بأني خارج تلك القضبان الحديدية، باعتقادي تلك القضبان فقط من تقيد الحرية. عرفت أشخاص لم يكونوا أحرارا حتى سكنوا تلك التي يسمونها مقيدة الحرية. أقصد القضبان الحديدية. فليس الحرية أن تذهب أينما تريد وتجد ما تشتهي نفسك. عفوا، لم تقرأ نفسك؟ نعم، هي سجنك، هي من تقيد حريتك، فأنت بالنسبة لها مسير لا مخير. أي حرية وأنت تتبع هواها؟ أي حرية عندما إنما الحرية عندما تتخلص من هواها. إنما الحرية عندما تتخلص من هواها، من قيودك الفكرية، من سيطرتك النفسية، من أن تكون قائدا لرغباتك ولا تتبع شهواتك. هكذا أستطيع أن أطلق علي بأني حر، وقريبا سأكون حر. هذا كم التاريخ اليوم؟ 30. طيب كم ميلادي؟ 30 5 27 2 17.
عندما تخذل شخص تعلم في قرار نفسك انتهى، لقد خسرته. ولكن عندما يقف ذلك الجميل في صفاته مليح الوجه عذب المحيا ويقول لسوء نفسك كفي عنه، لا تؤلميه، لا تقوديه نحو الخذلان، هو ذلك الحاجز المنيع والسد المتين، هو الصادق حتى لو كذب، وهو أصدق من أحب، والله هو الجنة، والله هو الجنة. كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. كان البحر مدادا لكلمات ربي، نفذ البحر قبل أن تنفى كلمات ربي، ولو جئت بمثل هذا مددا. لا تدري من الذي أودع أسرار الشفاء في الخضروات واللحوم وغيرها من النباتات والأشياء التي في متناول أفقر رجل في الدنيا، إنه الشافي سبحانه. إنه الشافي سبحانه. فلعلك مصاب بمرض وأنت لا تدري، وتأكل الطعام الذي فيه شفاءك وأنت لا تدري، وتمرض ويشفيك وأنت لم تعلم أصلا بمرضك ولا بشفائك. وقد يضع سبحانه شفاءه في الماء، وكلنا يحفظ ماء زمزم لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم. وكم من مريض
أضناه المرض فأدمن شرب هذا الماء المبارك فبرئ بإذن الله. ومن استعرض أحاديث الشفاء وجد كما كبيرا في الأدوية النبوية، وجمع بعضها ابن القيم في كتابه الطب النبوي. فمن الأدوية على سبيل المثال لا الحصر القسط البحري والهندي وألبان البقر وسمنها والسنا والسنوات والسنوت والسنوت والحبة السوداء والتلبينة وقيام الليل. يا الله يا قيام الليل. وفي كل ذلك أحاديث صحيحة، وهو سبحانه يشفي بالصبر ويشفي بالدعاء ويشفي بالصدقة ويشفي بالاستغفار ويشفي بالتوبة ويشفي بالرضا ويشفي بلا شيء. وعاد النور دخل علينا في مكتبة الشؤون الدينية في مستشفى الملك عبد العزيز بتبوك، والهلع ينسج على وجهه سحابة قاتمة اللون. افتقدت في تلك اللحظة ابتسامته المشرقة. سألنا فإذا به يقول لنا إن ابنه في الدور العلوي وقد وقع عليه حادث فقد بسببه بصره. يا لهول فاجعتنا، فكيف بفجيعة قلب هذا الأب؟ قال برجاء: أريد من أحدكم أن يقوم معي ويرقي ابني عل الله يشفيه. نهض صاحبي على الفور وذهب معه، وبعد ساعة عاد صاحبي وأخبرني أنه رقاه. ثم الله حط هذا كتاب هنا. ثم أمسك بالأب وصبره وأخبره بحديث داو مرضاكم بالصدقة نشهد. قال فأخرج الأب من جيبي 500 ريال وقال له: تصدق بها بنية الشفاء عن ابني. بعد يومين دخل الأب بوجه آخر وطلب من صاحبي مرافقته. عاد صاحبي بعد نصف ساعة تقريبا متهللا وقال: أبشرك، صار يرى شيئا من نور الغرفة. ثم أخبرني أن الأب أعطاه 1000 ريال ليتصدق بها. كان ذلك اليوم نهاية الأسبوع. يا الله، عد إليه، لا يريد منك سوى العودة إليه، أن تلتمس الطريق المؤدي إليه. عد إليه بالرضا، عد إليه بالسجود، عد إليه بالتوبة، عد إليه بالاستغفار، عد إليه بالصدقة، عد إليه بالاعتراف. اطرق بابه ثم ارتق بالشفاء. ليس هناك مستشفى في الدنيا تداويك إذا لم يشأ الله لها ذلك. ليس هناك طبيب في العالم يستطيع أن يشخص مرضك إلا إذا أراد الله ذلك. أحد الأثرياء مصاب بالفشل الكلوي، يمرضك لتعود إليه، فإذا عدت رفع المرض إذ أنه لم يعد للمرض فائدة. يمرضك لتتواضع، فإذا تواضعت وذللت رفع عنك المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة. يمرضك لتشعر بالآخرين، فإذا شعرت بهم رفع عنك المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة. يمرضك ليختبر صبرك ورضاك، فإذا صبرت ورضيت رفع المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة. الشافي الذي لن تحتاج إذا أردت الدخول عليه إلى موعد مسبق وبطاقة تؤهلك للعلاج، وأن تأتي قبل الموعد بربع ساعة على الأقل. هو الله لا إله إلا الله. فقط قل يا الله، فإذا بأعظم مستشفى إلهي تفتح أبوابها، إنها مستشفى الرحمة والقدرة واللطف والشفاء. هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، الذي جاء ربه بقلب سليم من أي ذرة شرك قد تعتري قلبا ضعيفا، يقولها عليه السلام: ففيهم المؤمن الدرس فيفهم المؤمن الدرس ولا يلتجئ
إلا للحي الذي لا يموت، وإذا مرضت فهو يشفي، هو وحده لا أحد سواه يشفيني. ضع نقطة هنا لن تحتاج إلى غيره، إذا أراد شفاؤك ولن يفيدك غيره إذا لم يرد. يرد الجدري جسد أيوب عليه السلام، تتشتت أسرته، تتبعثر أملاكه، أكثر الناس تفاؤلا يفقد الأمل في شفائه وهو صابر محتسب. يا صبر أيوب، تشتعل الأسقام في جسده وهو منكسر الرأس لمولاه، وبعد سنوات البلاء يند من شفيته دعاء منكسر رأسه بذلة، دعاء ممتلئ باليقين: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإذا بأبواب السماء تنفتح بالرحمة، وإذا بالأوامر العليا تنزل من فوق السماء السابعة لأجل ذلك المهموم المكروب، تنتهي في ساعة سنوات العذاب ليأتي عهد الشفاء. لماذا تذهب إلى غيره؟ لماذا تلتجئ إلى سواه؟ لماذا تثق بكل هؤلاء الموتى الذين يتحركون حولك وتنسى الحي الذي لا يموت؟ من الذي خدعك؟ وأقنعك أن الشفاء قد يأتي من طريق آخر. كيف ضحكت عليك الحياة بهذه السرعة ونسيت ذلك الذي أخرجك من بطن أمك دون طبيب، وخلق لك في صدرها رزقا حسنا، وعلمك وأنت أجهل ما تكون كيف تزم شفتيك على صدرها لترضى؟ أنسيت الذي خلق الرحمة في قلب تلك الإنسانة لتضمك وتعتني بك؟ أبي هذه السرعة نسيته؟ أهكذا ظننت أنه يمكنك الاستغناء عنه؟ ها هو سبحانه بالمرض يذكرك بأيامك الأولى، بالمرض يقول لك: عد إلي، فكما خلقتك من عدم فأنا وحدي الذي أرفع عن جسدك السقم. الرضا قد يكون الدواء أقرب إليك مما تظن. فها هو أيوب عليه السلام يؤمر أن يضرب برجله الأرض. هذا مغتسل بارد وشراب. لقد كان الدواء بالقرب منه، لم يكن ينقصه إلا مشيئة الله حتى تكتمل أسباب الشفاء. فلما شاء الله علم أيوب مكان الدواء، فنجع الدواء بإذنه سبحانه. أنت لا تحتاج أن تحجز إلى واشنطن أو باريس أو بكين، فدواءك إن شاء الله قريب. فقط احجز لقلبك رحلة إلى مدينة الرضا. دواءك فيك وما تشعر، ودواءك منك وما تبصر. أي والله، إذا رضيت عن الله أرضاك الله. المرض من أقصى اختبارات الرضا، فإذا كانت إجاباتك في هذه الاختبار راضية، كانت النتيجة مرضية بإذن الله. قد يسأل البعض: كيف أرضى بالمرض وفيه الألم المكروه؟ فطرة، كيف أرضى بالشيء الذي أكرهه؟ يجيب الإمام ابن القيم عن هذا التساؤل قائلا: لا تنافي في ذلك، فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب، ويكره من جهة تألمه به، كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاء، فإنه يجتمع فيه رضا به وكراهته له. قل من بين آهاتك ما أمر به نبيك أمته أن تقول. قال صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قلها بقلبك، ربط قلبك على الرضوخ لمعناها، بل اغسله بها غسلا في الرضا عن الله، فرع عن الرضا بالله. وإذا رضيت به أرضاك.
اجعل قلبك يتنفس الرضا، اجعله يتلذذ بالرضا، ثم تأمل جسدك وسترى أمارات الشفاء تدب في نواحي بإذن الله. اجمع يديك واتلو اسمه في دعائك، ثم امسح على جسدك، يرجع سبحانه بتلك النفثة أشياء كانت على وشك المغادرة. اجعل المرض بداية عهد جديد تتعرف فيه إلى ربك ومن خلال اسم الشافي. لقد مرضت كثيرا في حياتك، أليس كذلك في شفائك؟ أليس الله لماذا تظن أن هذا المرض بالذات يعجزه هذا الظن وهذا الإحساس، يستحق العقوبة منه؟ وقد يكون مرضك عقوبة لاعتقادك المريض. انفض المرض عن قلبك أولا، ثم التجئ بالشافي إلى الشافي يشفيك. كل هؤلاء المرضى في المستشفى ينتظرون الإذن لهم بالشفاء من الشافي سبحانه. ليس هناك آه إلا ويسمعها، ولا ألم إلا ويعلم موضعه، ولا زفرة إلا ويرى نيرانها في الفؤاد. ثم إذا ما تم مراده ونزفت عبر آهاتك انهار الذنوب، وأمر سبحانه العافية أن تعود، فإذا بك تمشي في أرض الله وقد اغتسلت من الذنوب، لأن الرحيم يشفيك، لأن العليم يشفيك، لأن الحليم يشفيك، لأن القدير يشفيك، لأن الله يشفيك. معه ستمسح أرقام وأسماء الأطباء، معه ستنسى مواقع المستشفيات، معه ستلغي مواعيد العيادة. ابني في غرفتك مستشفى جديد اسمه السجادة، واعقد موعدا مع السجود، وسجل في قلبك اسما واحدا، الشافي. اللهم يا شافي، اكتب شفاءك ورحمتك لكل روح ضعيفة، ولكل جسد منهك، ولكل قلب متعب. إنك سميع الدعاء. سبحانك ربي لا إله إلا أنت الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي قد خذلتك وقد عصيتك وغفرت لي. اللهم أنت ربي قد رزقتني من حيث لا أحتسب. اللهم أنت ربي قد وهبتني كل شيء أكثر مما كنت أتمنى. اللهم اغفر لي وعافني واعف عني. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اهدني يا رب يا رب. اللهم ارحم أمي وأبي وعافهم واعف عنهم وارزقهم من حيث لا يحتسب يا رب. اللهم اشف كل مريض يا أرحم الراحمين. اللهم إن قد ألمت بهم أوجاعهم فاشفهم يا أرحم الراحمين. مرض شيء صعب،
اللهم أنت أرحم وأنت القدير، اللهم يا رب العباد رجائي جد بدعائي، دعائي اللهم أنت الغني واحد الصمد الرحمن الرحيم الملك يا سلام.